أسعد الله صباحكم مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم إلى معرض الصحافة والعناوين الصادرة اليوم. والبداية كالعادة من جريدة النهار التي عنونت: مليون سنتيم لشراء أدوات تلميذ في الخامسة ابتدائي. وجاء تحت هذا العنوان: أسابيع معدودة تفصلنا عن الدخول المدرسي الذي هبت معه رياح الغلاء الفاحش للأدوات المدرسية، لتعرف جيوب العائلات الجزائرية انتكاسة أخرى بعد عيد الأضحى، حيث تشهد المحلات والواجهات الكبرى إقبالا كبيرا لاقتناء الأدوات المدرسية. أسرار عن الإمام الطفل الذي عارض ثورة الاشتراكية وبكى في التسعينيات. كتب صاحب المقال: تلقى سكان بلدية ليوى على غرار الأمة العربية والإسلامية بإقليم ولاية بسكرة نبأ وفاة العلامة الشيخ جابر أبو بكر الجزائري بحزن شديد، فهو ابن المنطقة وله أفضال على سكانها، وما يزال عدد من طلبته يشهدون له بالحب والخير. هذا ما قاله سيناتور تيبازا المتهم في قضية الرشوة للمحققين. جاء تحت هذا العنوان: ما يزال عضو مجلس الأمة لولاية تيبازا السيناتور بوجهر مليك يخضع للتحقيقات الأمنية المعمقة على مستوى مقر أمن ولاية تيبازا في قضية توقيفه متلبسا بتسلم رشوة قدمها له مستثمر على مستوى إقليم ولاية تيبازا. وأفادت مصادر موثوقة للنهار حسب صاحب المقال أن السيناتور نفى جملة وتفصيلا أن يكون المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزته لحظة توقيفه رفقة اثنين من مرافقيه عبارة عن رشوة، والذي قدمه له المستثمر صاحب الشكوى مشددا على أنه استلف منه المال كدين وقدم لمصالح الأمن سكا كان بحوزته يحوي قيمة المبلغ الذي استلمه. من جريدة النهار العدد الصادر اليوم: دائما صاحب مطعم يقتل زبونا بخنجر بعد خلاف حول عدي شواء. وجاء في التفاصيل: بشرت أمس مصالح الدرك الوطني لبلدية هنشيرت مغني في ولاية أم البواقي تحقيقها الأمني من أجل الكشف عن ملابسات جريمة قتل تمت في ظروف غامضة راح ضحيتها المدعو سين ميم، والمعروف لدى سكان المنطقة باسم حمزة في العقد الثالث من عمره، وهذا إثر تلقيه طعنة خنجر من طرف شاب في نفس السن والمدعو جيمتا صاحب محل لبيع الشواء، وهذا إثر وقوع مشاجرة وملاسنة كلامية بينهما وسط بلدية هنشير تمغني. الشروق: اخترنا لكم عنوان إعفاء 1,200,000 شاب من الخدمة الوطنية. وتطالعون تحت هذا العنوان: تشير آخر أرقام وزارة الدفاع الوطني إلى إعفاء أكثر من 1,200,000 شاب من واجب الخدمة الوطنية إلى غاية 31 من شهر جويلية الماضي، فيما شرعت مديونية مديرية الخدمة الوطنية أمس في تسوية وضعية مجندي صف 2008 و2009 المولودين بين الحادي من شهر جانفي إلى 31 من ديسمبر 1988، وكذلك المولودون سنة 1989 إلى غاية 1993، وكذا المتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم بتاريخ 31 من شهر ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية. وقت الجزائر عنونت: تحضير 200 مناجير شاب لحمل المشعل في سوناتراك. وكتب صاحب المقال: أكد الرئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن والخدور أمس بعنابة بأن الاستراتيجية المعتمدة لتنفيذ مخطط التحويل SH 2030 تهدف إلى تكوين وتحضير 200 مناجير شاب على أساس معايير النجاعة والامتياز لقيادة مستقبل سوناتراك، كاشفا عن لقاء بين هذه الأخيرة وعدد من الشركات العمومية والخاصة سبتمبر المقبل.
من عدد اليوم الصادر لجريدة المحور اخترنا لكم تسخير فرقة بياطرة متنقلة بالأحياء الشعبية في العاصمة، وتطلعنا في تفاصيل. أفاد المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي بالمفتشية البيطرية لولاية الجزائر عن تسخير فرقة متنقلة متكونة من أطباء بياطرة تجوب مختلف أحياء العاصمة في اليوم الأول من عيد الأضحى، ولا سيما الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان، للقيام بالتفتيش الصحي للأضاحي لفائدة المواطنين ومجانا. الموعد اليومي عنوان: الجزائر تدين الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا بريطانيا وبوركينا فاسو. وجاء تحت هذا العنوان: أدانت الجزائر الأربعاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الثلاثاء مقر البرلمان البريطاني، وأعربت عن تضامنها التام مع الحكومة البريطانية. من جهة أخرى، أدانت الجزائر، يقول صاحب المقال، أيضا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي دورية للدرك الوطني في شرق بوركينا فاسو، معربة عن تضامنها مع الحكومة البوركينابية. المشوار السياسي عنوان: تعزيز آلاف السكنات عبر عدة ولايات. وجاء تحت هذا العنوان: يشرع ولاة الجمهورية في توزيع 30,000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية خلال أيام بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصمام وهجوم الشمال القسنطيني الذي يصادف يوم 20 أوت. دولة ستة أو من المساء عنونا لكم عربية أو 16 دولة عربية تشارك في الطبعة 32 بالجزائر، وتطلعنا في تفاصيل. عرض قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوعلاق أمس بالقرية الأفريقية بسيدي فرج آخر التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر لفعالية الطبعة 32 للمخيم الكشفي العربي، والتي تنظم من 26 أوت الجاري إلى غاية 5 سبتمبر المقبل تحت شعار الحلم العربي. يومية لوريزون عنونت: يومي 21 و22 أوت عطلة مدفوعة الأجر. وتطالعنا في التفاصيل. أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يومي الثلاثاء والأربعاء للعاشر والحادي عشر من ذي الحجة عام 1439 للهجرة الموافق ليومي 21 و22 من شهر أوت سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذلك مستخدمي المؤسسات العمومية الخاصة وجميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم. من جريدة لي ديبا الناطقة بالفرنسية كذلك: اخترنا لكم الجزائر تمنح مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 طنا. وكتب صاحب المقال: قررت الجزائر منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدر ب30 طنا لجمهورية النيجر، تتكون أساسا من مواد غذائية وأدوية موجهة أساسا إلى مدينة أغادير التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين، علما أنها ليست المرة الأولى، يقول صاحب المقال، التي تمنح فيها الجزائر مساعدات لنيامي التي تتعرض للكثير من التحديات الأمنية.